دائما لو جور ديكزامان كنلقاو لو سوجي كنلقاو لا كيسيون كنلقاو لا داكور الوغ بون جيب سو بوش خارج الموضوع واش ما غاديش نجاوبو دائما على لا كيسيون واش دائما تبان لي كيسيون با فورسيمون. دونك بالنسبه للمشاكل اللي كيعاني منها قطاع ديال التعليم هو كاين بعض الاساتذه ما غنعممش يعني باش ما يتفهمش الكلام ديالي بمقلوب. كاين بعض الاساتذه اللي هما يعني اكفاء اساتذه اللي عندهم ضمير مهني ما كنتكلمش على هادو فكنتكلم على واحد الفئه اخرى اللي وسخات هاد المجال هذا بحيث انا وليت كنشوف حسب يعني التجربه ديالي وحسب ما كنسمع من خلال التلاميذ اللي تيجيو عندنا المركز ديالنا. كاين بعض الاساتذه اللي ولاو اساتذه تجار بهذا المفهوم هذا بحيث انهم يعني ولاو كيبتزوا التلاميذ ديالهم ولاو كيحتالوا عليهم بغرض انهم يجيو يديروا عندهم السويع باي طريقه. مثلا كنلقاو بعض الاساتذه من هذو اللي تنتكلم عليهم اللي ولا كيهدوا بالمراقبه المستمره عنده داك المراقبه بحال السلاح يعني يجي دير لي كور سينو راه غتلقى واحد النقطه اللي ما غتعجبكش في الاخر ديال العام. كاينين دوك الاساتذه اللي كيقول لك لا لا ما دوزتيش عندي السوايع ما نزيدكش النقاط داكشي كاينين واخا ما دوزتش عندي السوايع ما غنحطش لك نقطه مزيانه غنسقطك هاد العام. هادي كاين الاساتذه اللي كيتعاملوا معاك مزيان بحال ولدهم كي ما كاينش السوايع تقدر يجي يدير لك السوايع فابور يفهمك المهم عاد هو يفهمك ماشي همو الفلوس. كيقول لك انا كندوز السوايع وانا كنقريك جي عندي انا وبعد خطرات ما كيكونوش عاطينا بزاف ديال الحوايج اللي غيفيدونا كيعطيونا داكشي اللي كيعرفوه ويمكن هما داكشي اللي عارفين ولكن بعض الاحيان كنلقاو ماشي بحال داكشي بحال دابا الاستاذ ديالنا حنايا عاطينا غير في لي بلون عندنا 7 لي بلون ولكن في الكلاس ديالنا حنا استاذه قالت لنا عندنا غير بلون واحد ومنين جيت نخدم واحد النهار بواحد البلون يعني رفضاتو ليا ودارت ليا اون سيجي وما حسبتش ليا النقطه. التعليم العادي كياخذوا ساعات اقل من التعليم الخصوصي من ناحية ديال الدراسة وداك الشيء صافي بحالاش بحال مثلا فرونسي هما كيقراو كثر من في السوا حنا كنقراو 4 السوا 5 هما كيقراو ماتشي 7 ولا ماتش 8. استاذ هشام واقف استاذ زوين كيشرح لنا مزيان ان شاء الله نجيبو شي نقطة مزيانة هاد العام على ظهره. ولا الطريقة ديالهم مزيانة في الصراحة كون ما كانت الطريقة ديالهم مزيانة كاع ما ندخلو عنا. فاحنا بطبيعه الحال كيبقاو فينا هاد الوليدات زعما حنا ماشي كنهضروا وحق الله على يعني انا كيبقاو فيا الناس لان كنشوف راه الله يحسن العون راه كاين مسكين بعض الاباء اللي كيجيو عندي لهاد المكتب هنايا راه كاين اللي مسكين ما شاريش الدواء باش يخلص العودو لي كور وتولي حتى شهر وصحه يخلص لك الدعم باش ما تسقطش لي ولدو او باش ما تعيشش نقطه سيئه. ودائما راه كنقولو كنعاودها باش ما تفهمش الكلام ديالي يعني بالمقلوب راه ماشي كاع الاساتذه انا كنقول البعض هما اللي كنتكلم عليهم راه كاين اساتذه اللي عندهم ضمير واساتذه اللي هادو ما كنتكلمش عليهم باش حيت عندي اصدقاء وعندي صحابي في هذا المجال وعندي اساتذه اللي خدامين معايا فانا كنتكلم على هاد الفئه الثانيه اللي هي كنعتبرهم انا اساتذه تجار اللي كيعتبروا التلاميذ مجرد بضاعه ليس الا. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.